دانت الحكومة بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت أمس نقاطا عسكرية في محافظة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية. وأجدد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني تضامن الأردن مع الحكومة والشعب المصري في مواجهة الإرهاب والعنف الأعمى اللذين يستهدفان المساس بأمن وسلامة واستقرار مصر الشقيقة. كما أكد المومني على موقف الأردن الحازم والثابت في رفض كافة أعمال العنف والإرهاب بجميع أشكالها ومظاهرها أيا كانت دوافعها ومصادرها ومنطلقاتها. وقدم التعازي للحكومة المصرية وللشعب المصري الشقيق ولأسر الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.